ألا تعتقد بأن هذا أقل الضررين بالنسبة لنتنياهو؟ التوجه للانتخابات على ألا يتم أو ألا يقوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بالتوجه إلى عضو كنيسة آخر لإقامة وتشكيل الحكومة. هذا أقل سوءا ولكن ليس بالكثير. كلنا مسبيون بميثولوجيا نتنياهو الساحر السياسي أنه سينزل شيئا من السماء، سيأتي ترامب يحدث شيئا ما، لن يحدث أي شيء. فشل نتنياهو. ما نراه أمام عيوننا اليوم هو أن أسطورة نتنياهو وصلت إلى نهايتها، إنه اليوم في الحالة السيئة ولا يعرف كيف يخرج من هذه الورطة. نعم، والآن بدأ الكنيسة بالتصويت في القراءة الثانية على مشروع حل نفسه بعد الحديث عن فشل المفاوضات الائتلافية. زئب إلكين بعد، دافيد أمسالم، دافيد أمسالم يؤيد، أوفير أكونيس يؤيد، موشي أربيل يؤيد، جلعاد أردان يؤيد، جابي أشكنازي يؤيد، يعارض יעקב אשר יועיד מיכאל מרדכי ביטון יוערד דוד ביטן יועיד רם בן ברק יוערד אלי בן דהן יועיד יואב בן צור יועיד אורנה ברביבאי תוערד קרן ברק תועיד ניר ברקת יועיד אבי גבאי יוערד יוסף ג'בארין יועיד מאי גולן תועיד אילן גילון יוערד איתן גינזבורג יוערד יואב גלנט יועיד גילה גמליאל תועיד בנימין גנץ יוערד משה גפני יועיד יעל גרמן תוערד עוזי דיין יועיד אבי דיכטר יועיד אריה מחלוף דרעי יועיד צבי האוזר יועיד צחי הנגבי יועיד יועז הנדל יועיד שרן הסקל תועיד מחלוף מיקי זוהר יועיד אסף זמיר יוערד תמר זנדברג תוערד עבד אל חכים חאג' יחיא יועיד ציפי חוטובלי תועיד מיקי חיימוביץ' תוערד בועז טופורובסקי יוערד אחמד טיבי יועיד יעקב טסלר יועיד חילי טרופר יוערד דסטה יברקן יוערד מרדכי יוגב יועיד היבה יזבק תועיד שלי יחימוביץ' תוערד עומר ינקלביץ' יוערד משה יעלון יוערד אלי כהן יועיד יצחק כהן יועיד מאיר כהן יוערד מירב כהן נגד תוערד משה כחלון בעד יועיד עופר כסיף בעד יועיד אופיר כץ בעד יועיד חיים כץ יועיד ישראל כץ בעד יועיד יוראי להב מרצנו יוערד מיקי לוי נגד יוערד יריב לוין בעד יועיד אביגדור ליברמן בעד יועיד יעקב ליצמן בעד יועיד יאיר לפיד נגד יוערד אסנת אלמן בעד תועיד פטין מולה בעד יועיד יוליה מלינובסקי תועיד מיכאל מלכיאלי יועיד אורי מקלב בעד יועיד יעקב מרגי בעד יועיד غدير كمال مريح تعارض أبي نيسنكورن نجد يعارض مشولم نهاري بعد يؤيد بنيامين نتنياهو يؤيد يوآف سيغلوفيتش يعارض يفغيني سوفا يؤيد كفير سوفر يؤيد إديت سلمان
تؤيد بتسالل سموتريتش يؤيد أسامة سعدي يؤيد جيدون سار يؤيد منصور عباس يؤيد أيمن عودي يؤيد حبا إتي أتية تؤيد رعي فولكمان غير موجود عودت فورر يؤيد يتحق بيندروس يؤيد أورلي فرومان تعارض مير بوروش يؤيد عساوي فريج يعارض أمير بيرتز يعارض رافي بيرتز يؤيد أوريت فاركش كوهن تعارض يوآف كيش يؤيد أفيئل كالنر يؤيد شلومو كاراي يؤيد ميري ريجيف تؤيد ميخال روزين تعارض عيدان رول يعارض تال روسو يعارض يوئل رزبورزوف يعارض يفعت ساسا بيتون تؤيد ألون شوستر يعارض أنتانس شحادي يؤيد يوفل شتاينيتز يؤيد كاتي كاترين شتريت تؤيد إلعزار شتيرن تعارض يزهر شاين يعارض ميخال شين تؤيد עופר שלח יוארד איציק שמולי איציק שמולי غير موجود סליחה עתדר איציק שמולי יוארד סתיו שפיר תוארד רם שפע יוארד עאידה תומא סלימאן תואייד פנינה תמנו ضد تعارض جرتي مسكرات الكنيست ما لكرو بشمه السيده سكرتيره الكنيست يرجى ان تقراي اسماء النواب الذين لم يحضروا في التصويت الاول رعي فولكمان غير موجود أعضاء الكنيسة هل يوجد هناك شخص أو امرأة لم يتم تسميتها بالتالي فانتهى التصويت بالقراءة الثانية يرجى تعداد الأصوات وأن تقدم إلي نتيجة نعم الآن يتم عد الأصوات أصوات أعضاء الكنيسة الذين صوتوا مع أو ضد مشروع قانون حل الكنيسة على ما يبدو نط هذا الموضوع 60 صوتا أو 60 عضو كنيسة الآن سيتم عد هذه الأصوات في القراءة الثانية أيضا بانتظار القراءة الثالثة والأخيرة والمصادقة على مشروع قانون حل الكنيسة كما ذكرنا إثر فشل المفاوضات التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود في تشكيل الحكومة الإسرائيلية وأيضا بالثواني الأخيرة قبل انتهاء المهلة القانونية لنتنياهو لتشكيل الحكومة بقي ثواني وتنتهي هذه المهلة القانونية وأيضا في هذه اللحظات كما ذكرنا يتم عد الأصوات في الكنيست في القراءة الثانية التي أيدت أو امتنعت عن التصويت أو حتى رفضت مشروع قانون حل الكنيست. نعم إذن أيضا هؤلاء في الصور المباشرة قادة حزب كحول لافان الذين عارضوا التوجه إلى انتخابات بحسب عدد الأصوات التي عرضناها لكم مباشرة. هذا هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي بدا غاضبا قبل قليل الآن على ما يبدو كما قال البعض بأن الأمور تتجه لصالحه إذا ما تم التوجه إلى انتخابات والآن كما ذكرنا بانتظار عد الأصوات. أعضاء الكنيسة مقترح قانون حل الكنيسة بالقراءة الثانية 74 مؤيدا و 45 معارضين تمت المصادقة على القانون بالقراءة الثانية بالأكثرية المطلوبة
عضو الكنيسة أمسالم هل تطالبون بتصويت اسمي أيضا بالقراءة الثالثة سيتم التصويت اسميا سكرتيرة الكنيسة تفضلي بالبدء بالتصويت الاسمي إيمي أبيدان إلي أبيدان يدعم يولي أدلشتين يدعم أمير أوحانا يؤيد ينون أزولاي بعد إسرائيل أيكلر بعد קרין אלהרר, נגד. זאב אלקין, בעד. דוד אמסלם, בעד. אופיר אקוניס, בעד. משה ארבל, בעד. גלעד ארדן. نعم إذا يتم الآن التصويت بالقراءة الثالثة على مشروع قانون حل الكنيسة الكنيسة تصدق بالقراءة الثانية بأغلبية 74 عضوا على مشروع قانون حل الكنيسة الإسرائيلي بانتظار النتيجة النهائية للقراءة الثالثة وبالتالي المصادقة بشكل نهائي على حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. رام بن براك يعارض. إلي بن دهان بعد. يوآف بن צור بعد. أورنا بربيباي نجد كيرن برا أورنا بربيباي تويد نير بركات بيؤيد أفي جاباي نجد يعارض يوسف جبارين يؤيد ماي جولان تؤيد إيلان جيلون يعارض إيتان جينزبورغ مش كيف حتى لو العرب يعارض يوآف جالانت يؤيد جيلا جمليئل تؤيد إذن الكنيسة تصدق بالقراءة الثالثة وعلى ما يبدو سيتجه بهذه النتائج لتصويت بالقراءة الثالثة وتمرير مشروع قانون حل الكنيسة الإسرائيلية وبالتالي التوجه إلى انتخابات مبكرة سيد شنان كيف يمكن قراءة ذلك؟ الأمور حسمت إسرائيل لأول مرة في تاريخها يتم إجراء انتخابات في فترة 3 أشهر يعني لن هذا الكنيسة لم تصل إلى شهرين منذ موعد الانتخابات وفي نهاية المطاف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة والآن ستذهب الأحزاب إلى العودة إلى الناخب ونتيجة الانتخابات القادمة التي على ما يبدو طبقا لمشروع القانون المقترح ستكون في 17/9/2019 هي التي ستحسم يعني تم تأجيل كل الأمور 3 أشهر إضافية إلى حين نتيجة الانتخابات ومن بعدها شهرين حتى تشكيل الحكومة يعني حتى نهاية عام 2019 لن تكون في إسرائيل حكومة دائمة وستبقى هناك حكومة انتقالية الرابح من ذلك هو أشخاص مثل نفتالي بنت وأيلت شكيد وأيوب القرى وغيرهم الموجودين اليوم خارج الكنيسة أعضاء الكنيسة الموجودين الآن يستمرون حتى الانتخابات ونرى عما ستتمخض النتيجة في شهر سبتمبر نعم إذا مستمرة هي القراءة الثالثة فيما يتعلق بهذه القضية ولكن الأمور حسمت بتوجه إلى انتخابات في إسرائيل جراء التصويت بالقراءة الثانية وعلى ما يبدو انتهت الثالثة أيضا فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة هذا هو العنوان وماذا يعني ذلك سيد شنان يعني على مستوى الانتخابات القادمة أيضا في الانتخابات القادمة سيكون للأمور أبعاد كبيرة لأنه يعني هنالك قائد جديد ينافس نتنياهو على قيادة معسكر اليمين هو إيفيت ليبرمان الذي وقف ورفع علم اليهود العلمانيين نعم. والسؤال سيد شنان هل سيتم تغيير الأمور في حزب الليكود أيضا بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة وجد نظري له لن يجرؤ أحد على القيام فيبقى الأمر على ما هو قرار سكرتير الليكود من نهار أمس سيكون سير المفعول قد يجوز أن تقوم محكمة الليكود بعدم قبول عملية دمج كحلون وحزبه في داخل الليكود لأن هناك التماس ضد ذلك ولكن عملية نقل أو تصوير القائمة الموجودة اليوم وعدم إجراء برايمرز أو انتخابات
تمهيدية جديدة، هذا الأمر سيكون، ولكن المشكلة ستكون كبيرة أيضا في أحزاب أخرى، فهنالك تنافس كبير وخلاف بالرأي كبير في داخل حزب العمل رغم صغاره، إنما هنالك أصوات تنادي بتغيير رئيس هذا الحزب. بالنسبة للحزب كحول لافان لا توجد مشكلة، لأنه أعلن يائير لابيد أنه حتى في حال الذهاب إلى انتخابات سيبقى الوضع على ما هو، سيستمر غانتس في رئاسة الحزب وستكون القائمة على ما هي، لن يكون هنالك تغييرات. سيدنا ماذا سيتغير في انتخابات قادمة وجديدة؟ رأي الناخب، يعني في الانتخابات الحالية كان 300,000 صوت قد حرق من اليمين، وكان ما يزيد على 400,000 صوت من العرب لم يذهبوا للانتخابات قطعا، وهذه الأصوات إذا عادت وصوتت سيكون هنالك تغييرات طفيفة ليست بكبيرة. ونحن نعلم أن دولة إسرائيل مقسومة إلى قسمين يمين ويسار، والفارق بينهما هو فقط في بضعة مقاعد، نحن 55 مقعد موجود لليسار والمركز الإسرائيلي فيه، ويوجد 65 مقعد لليمين والمتدينين، الفارق هو 5 مقاعد تميل من هنا إلى هناك وتتغير الصورة أحيانا على مقعد واحد. الانتخابات هي أمر لا يستطيع أحد أن يتكهنه، والصندوق عندما يتحدث نتيجته، ولكن هل برأي سنشهد تحالفات جديدة سيد شنان؟ أكيد سيكون هنالك تحركات وتحالفات جديدة، لأنه النتيجة اليوم هي موت الثقة بين نتنياهو وليبرمان بشكل قاطع. وعند الصباح سنرى في التهجمات من قبل رجالات الليكود على ليبرمان بشكل لا يخضع للشك، وهذا الأمر سيبعد إمكانية العودة إلى الشراكة المستقبلية فيما بينهم، ونتيجة الانتخابات مرة أخرى هي التي ستحسم الموقف. هل برأيك هذا الموقف سيؤثر على ليبرمان ناحية عدد المقاعد بالسلب أم بالإيجاب أيضا؟ وجهة نظري أنه ليبرمان سيرتفع بعدد المقاعد، لأنه موقفه صحيح أنه هنالك أصوات كانت ستعطى له هذه المرة، لأنه وقف وحارب من أجل موقف العلمانيين، رفع شعار يعني لم يرضخ للمتدينين المتزمتين. طيب. ولم يرضخ لنتنياهو، وظهر بمظهر القائد الذي يحترم كلمته ويقف عند موقفه.